اليوم. نور، محطتنا إيطاليا رح نطرق فيها أبواب عالم الطفولة البريء والمليء بالأسرار، وأيضا رح نسلط الضوء على أنشطة مركز ملائكة الجنة وأبرز الأشياء يلي عم يقدمها لأطفال التوحد، إضافة لمشاركة المركز بالأنشطة الرمضانية. اليوم بصيرنا نرحب بالسيدة دعاء زهير عماد، المديرة التنفيذية بمركز ملائكة الجنة، وميزم فهد الحصري، أخصائية تربوية ونفسية ومديرة مركز ملائكة الجنة. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباحكم رمضان كريم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم على شاشه الاخباريه. بالبدايه خلينا نحكي عن النشاطات اللي بيقدمها مركز ملائكه الجنه لاطفال التوحد. هالاطفال يمكن لهم خصوصيه ومعامله خاصه، فنحن نحكي عن نشاطات خصوصا هلا بالوقت الحالي. في كثير من الاهالي يخجلوا شوي من اولادهم اللي معهم مرض توحد، بخلوهم بالبيت بخبوهم. هلا عم نشوف انفتاح نوعا ما اكبر. نعم. ضمن هيدي المراكز او ضمن هيدي النشاطات. هذا الشيء اللي بقول عنه انا على طول، انه سر شغلنا، فنحن على طول بدوراتنا وبالشيء اللي بنقدمه بنحرص انه يكون في توعيه، يكون في تنميه فكريه لهدول الاهالي قبل ما يكون للاطفال، لانه كون هذا الطفل هو خاص من نوعه فهو بيحتاج لتوعيه خاصه، لاهل خاصين، لأم خاصة تكون تفهم احتياجاته وتفهم متطلباته. فبيكون هدفنا قبل ما نكون عم نتوجه للطفل إنه نكون نحن عم نتوجه للدعم الذاتي لأمه للأهل. أو لذوي الأقرباء اللي بيكونوا حواليه. بس نحن منقول كنشاطات، نحن نشكر الله عم نحاول قدر الإمكان نشتغل على نشاطات الدمج الاجتماعي، على نشاطات التدريب المهني مع أطفال طبيعيين، مع أطفال أخر من الغرباء، من أبناء الشهداء. فعم نحاول ما نقصر، عم نحاول ناخد هذا النشاط الاجتماعي بشكل كامل، لأنه هو نحن بنعتبره هو الشيء الأهم لطفل التوحد. يعني نحن بنعتبر النمط الاجتماعي هو أكثر نمط ممكن نحن نتعب عليه لنوصل فيه للطفل للمكان اللي نحن بدنا إياه. نشاطاتنا عديدة، ويمكن أكثر بنحكي عنهم هلأ بسياق الحديث مع الأنسة دعاء اللي هي أكيد اللي بتنسق هي الفقرات. نعم دعاء، خبرينا قديش أنتو كمركز عم تسعوا أنه تغيروا يمكن الفكرة المأخوذة عن مرضى التوحد، خاصة من قبل الأهالي يلي دايما بيعانوا من كيفية التعامل مع أطفالكم. أنتو بالمركز لأي درجة عم تسعوا ليمكن تقريب المسافة بين الأهل وبين أطفال التوحد وبين أطفال التوحد والمجتمع؟ تمام. نحن كمركز ملائكة الجنة هدفنا الأساسي هو دمج أطفال التوحد صعوبات التعلم بالمجتمع. ضمن هذا الهدف نحن عم نتبع خطة تدريجية لدمج هذول الأطفال بالمجتمع. من ضمنها هي النشاطات الترفيهية مثلا أو النشاطات التعليمية اللي نشتغل عليها مع الأطفال، ومن ضمنها أيضا هي حملات التوعية اللي نحن عم نعملها لأولياء الأمور أو بشكل عام للمجتمع لننشر ثقافة تقبل المجتمع لهدول الأطفال. يعني الأهالي مثل ما بنعرف أغلبنا أنه سابقا طبعا، لأنه بالمرحلة هاي كتير عم نشهد تغيرات، عم نشهد أنه صار ولي الأمر ما عنده هذا الخجل اللي كان سابق موجود عنده، عم يتقبل طفله، بالعكس عم بيشارك بكل النشاطات اللي طفله بيشارك فيها، بينبسط لما بتطلع صورة لابنه على الفيسبوك أو على التلفزيون وبيسعى لهذا الشيء. فنحن عم نعمل ورشات توعية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أطفال التوحد. الدمج بخطتنا نحن بيبدأ من ضمن المجتمع الصغير اللي هو الأسرة. يعني كيف الطفل يشتغل مع أمه وأبوه أو المجتمع الصغير اللي بيحيط فيه، بعدين ندمجه بالمجتمع الكبير. فخطة نحن دمجنا لهي الأطفال هي ضمن خطة تدريجية من ضمن النشاطات والمبادرات التطوعية اللي عم نشتغلها، ومن ضمن حملات التوعية، ومن ضمن مثلا التدريب المهني. تماما، حملات التوعية يعني أمر كتير مهم. أكيد أكيد هي نقطة كتير مهمة ميسم، خصوصا اليوم مثل ما قلتي في انفتاح من قبل الأهل أكيد. بدمج طفلهم اللي معه مرض التوحد مع المجتمع، هون بيلعب دور المراكز اللي يعني صارت منتشره اليوم بشكل كثير كبير، والانشطه نحن دائما بنقول الله يكثرنا، الله يكثرنا بهذا المجال، لانه المجتمع بحاجه، سوريا بحاجه لهي المراكز، واطفالنا بحاجه للمراكز. طيب من خلال هي المراكز قديش عم تشوفوا فعلا في تقدم بحالات مرضى التوحد؟ يعني دائما في مراحل كثير معينه بيوقف عند الطفل،
إذا كان قاعد بالبيت. لما نقول في مركز وفي متابعة وفي كتير من النشاطات عم يتعرض إلى الطفل وعم يمارسها، أكيد في تطور بحالته، عم نشوف إبداع عند الطفل، عم نشوف في أطفال صاروا فنانين، في أطفال عم نشوفهم على شاشة التلفزيون. هلق لازم نحن نكون عم نحكي بمصداقية تامة إنه نحن أطفالنا في أطفال التوحد بالذات في درجات للتوحد. في عندك ما بين الأطياف لأنواع التوحد الشديد، فالتطور والتقدم بيختلف حسب الدرجة وحسب حسب نوع التوحد. فعنا أطفال تتطور بشكل سريع لأنه بس بدهم كان أسلوب تعامل معين أو طريقة علاجية معينة. في عندك أطفال بتأخر بالتطور. إذا بدنا نحكي عن الناحية الإبداعية أو الناحية الفنية، أغلب أطفال التوحد عندهم قدرات ذكائية وقدرات إبداعية تختلف عن الطفل العادي. تختلف عن الطفل الطبيعي، هو أذكى بثلاث مرات من الطفل الطبيعي. فنحن دائما بنحاول نشوف هذا الطفل تعززوا له وين شو ميوله. في عندك أطفال بتحب الرسم، في أطفال بتحب الموسيقى، في أطفال مثلا عندها إبداع بالقدرات الحسابية، فنحن بنشوف هذا الطفل وين ميوله ومننمي له. ميسم خبرينا، بما أنك حضرتك أخصائية تربوية ونفسية، يعني الطفل المصاب بالتوحد وقت يدخل على المركز، شو هي المراحل الأولى يلي بتسعوا ل يمكن مثل ما قالت دعاء لتحفيز مكامن الذكاء عنده لدمجه بمجتمعه لدمجه مع أهله؟ شو هي المراحل الأولى اللي بتقوموا فيها؟ نحن بشكل عام أول ما بيفوت طفل التوحد أول شيء بنعتمد عليه إنه نحن نعمل له اختبارات تكون دقيقة. اختبارات ما بتكون هي عبارة عن مقاييس إنه قديش هذا الطفل عنده مهارات أو ما عنده مهارات، بتكون مقاييس شاملة بتشمل الذكاء، بتشمل الدرجة اللي درجة التوحد اللي الطفل مثلا عنده إياها. بعدين نتجه من نحو الاختبارات لوضع خطة علاجية مقترحة بتكون شهرية وبتم تقييمها بشكل شهري. بنشوف نحن بالشهر قديش هذا الطفل قادر يتقدم، قديش قادر يكتسب، وين الأماكن اللي نحن ممكن نستغلها، وين مفتاح هذا الطفل لحتى نقدر نفوت لجواته ونقدر نطالع الشيء الحلو اللي فيه. مثل ما بنعرف على طول طفل التوحد مثل ما صار الأغلب يعني يعرف من خلال الدورات اللي عم نعملها وإلى آخره إنه طفل التوحد فيه له مفتاح. فهذا الطفل وين مفتاحه نحن نشتغل معه حسب التعزيز اللي هو بيرغبه. هاي نقطة كتير مهمة، لكل طفل بمرض التوحد له مفتاح، لأن نحن ما بنعرف مرض التوحد عند الأطفال هو طفل منغلق عنده دائرة معينة بحب يكون موجود لحاله. فلما أنت بدك تخترقيه بدك تخترقيه على أساس يمكن مراحل معينة بطريقة التعامل من قبل مختصين حتى من خلال الأهل صار في تطور. طبعاً لأن نحن حتى ضمن وقت بنقول إنه نحن بدنا نحط خطة علاجية بدنا نمشي فيها بيكون في إلى مراحل. تبتدأ بمرحلة كسر الجليد، الدخول إلى نفس الطفل، دخول إلى عالمه أنت بتخترقيه. عالم يعني عالم التوحد على قد ما هو متفرد على قد ما هو عالم خاص بكل تفاصيله بجماليته. فعلا احيانا بيقولوا لك انه هذا الشخص نوعا ما انه نحن متجهين فيه انه هو متفرد هو منعزل. بالعكس في كتير أطفال بس تعيشي معهم بتصيري بتحبيهم. أطفال التوحد هن أبدا مو هو تعلقي، نحن بنوصله لمرحلة إنه من كتير ما بنحبه ومنتعلق فيه ونبطل قادرين نتخلى عنه أو نتركه. يعني أغلب الأطفال بخطط العلاج بنصه بيجي بيقولونا إنه نحن صار عنا ظرف فبدنا نترك. تلاقي فعلا المدربة قبل ما الطفل يوصل لحالة نفسية معينة هي بتمرض إنه ابني كنت أخذوه مني. دعاء يعني وقتها تلمسي هالفرحة بعيون الأهل قديش في يعني بالفعل نتائج ملموسة وتطور بالعلاج عم تقوموا فيها، والطفل وقت عم يدخل عندكم عم يطلع يمكن حدا تاني، في سلوك مختلف في توجه مختلف، وإذا عندك بعض الأمثلة كمان تعطينا. أكيد هلق دائما نحن ككادر بيشتغل بهذا المجال اللي هو مجال إنساني بحت، فنحن طاقتنا بنستمدها من ابتسامة ولي الأمر، من ابتسامة هذا الطفل، من تطور هذا الطفل. فعنا كتير أطفال بفترة وجيزة إنه كانوا بالمركز وهلق حاليا بالروضة. فالأب لما بتشوف بس هيك نظرة الأب وفرحته بتشوف دموعه إنه هو إنه ابني رح يفوت على المدرسة، إنه بيكون قاطع الأمل تماما إنه هذا الطفل ما ممكن يفوت مدرسة أو ممكن يندمج. منقله أكيد بده يفوت مدرسة وأكيد مثله وكتار مثله اللي رح يفوتوا على المدرسة. فنحن فرحة هاي الأهالي، أو مجرد مثلا إنه أم مثلا بتقلي أنا ابني ما كان يأكل هاي الأكلة بالبيت، إنه عم يأكلها هلق، إنه كيف يعني عم يأكلها؟
طبعا هذا شغلنا نحن، اللي شغل الاخصائيين، شغل الاخصائيين اللي طب ليش عندكم بالمركز بيستجيب اكثر من المنزل؟ فنحن مشان هيك عملنا الورشه المجانيه لاولياء الامور، مشان كمان مثل ما عم يشتغل عندنا بالمركز يشتغل. دعاء يمكن كمان مجهود كثير كبير عم تقوموا فيه، كثير من التفاصيل ومن المراحل بتمروا فيها، بس لما تشوفي مثل ما قلتي يمكن السعاده على وجه ام، هي التعب بيروح نوعا ما. بالضبط. لما تشوفي يمكن طفل عم ينتقل من مرحله لمرحله وعم تزرعي شيء عنده جديد، عم نشوف احيانا في مواهب كثير كبيره. أكيد. عند اطفال. أكيد. التوحد، فهذا شيء كثير مهم عم تقوموا فيه اليوم بظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها. شيء اكيد الحمد لله، يعني احنا كثير عم نشوف نتائج على ارض الواقع، ومثل ما قلتي حضرتك انه البسمه اللي بنشوفها على وجوه اطفالنا هي الشيء الوحيد اللي زراعة أمل من جديد بتحسي عندهم. بالضبط. هذا الأمل، هذا هي الابتسامة، هذا التحسن اللي عم نشوفه بوجوه أطفالنا أو على تصرفات أطفالنا، والفرحة اللي بوجوه الأهالي هي اللي عم بتخلينا نكمل مشوارنا. ميسم، خبرينا شو هي النشاطات اللي عم تقوموا فيها بشهر رمضان المبارك لمركزكم؟ هلا كانت اهم النشاطات اللي نحن يمكن اذا بدي اجي هلا اقول لكم انه انا النشاطات اللي قام فيها مركز ملائكه الجنه برمضان ما مخلص الحلقه اليوم، بس يمكن اعطيكم اضاءه على اهم النشاطات اللي قمنا فيها. اول نشاط كان افتتاح دورات لمركز ايلاف بالقامشلي اللي تم التعاون مع المحافظات ايضا. تماما. فدربنا كادر نحن هنيك، يعني دربنا كادر وتم افتتاح مركز إيلاف كان هو الأول من نوعه بالمنطقة الشرقية. اسمحي لي أخذ هاي الفرصة ووجه تحية للأنسة عبير خلو مديرة المركز على التنسيق والشغل الحلو اللي عم بيصير. بعد ما افتتحنا مركز القامشلي طبعا فورا شاركنا باسم أطفالنا بلقمة صايم، نزلنا باسم أطفال مركز ملائكة الجنة وشاركنا هناك بإعداد وجبة الفطور. بعد لقمة صايم تم تنسيق مبادرة سابرو، كان الهدف منها كيف أعلم ابني، أو كيف كان الهدف منها هو نشاط دعم نفسي مع دمج اجتماعي عن طريق التدريبات المهنية أو التدريب المهني لطفل التوحد مع أشخاص طبيعيين هن مانون أطفال، ولكن يمكن نحن بيلزمنا أنه الكبير يأخذ ردات الفعل وينسجم مع الطفل الصغير أكثر من أنه الأطفال ينسجموا مع بعض. شو هي أهم المهارات المهنية اللي عم تدربون عليها؟ هلأ نحن أهم المهارات أنا من وجهة نظر اللي ممكن عم نشتغل مع طفل توحد هي المهارات اللي بتساعده أكثر على التركيز وعلى الانتباه، مثل مثلا شكل خراز، عملنا إكسسوارات، عملنا مخدات، اعتمدنا على هي الأعمال الدقيقة والتآزرية اللي بيكون بيفتقدها طفل التوحد. ففعلا طلعت شغلات نحن ما بنقول حلوة لأنه هي شغل طفل، بس طلعت شغلات هو فعلا أثبت إبداعه فيها، أثبت قديش هو ممكن كان استفاد بهي الفترة. الشيء اللي فاجأنا أنه أطفالنا فعلا كانوا عم يشتغلوا خطة اجتماعية أو خطة دمج اجتماعية مبهرة، معناتها نحن شغلنا بهدول الأربع شهور أو الخمس شهور اللي عم نشتغل فيها مع الطفل بلشت تطالع نتائج. أطفالنا ما ضاجوا لما فاتوا الأشخاص الغرباء، أبدا ما كان في عنا ردات فعل إلا كتير نادرة، اشتغلوا معهم، حطوا إيدهم بإيدهم. كان الإنجاز لإلي مو هي القطعة البسيطة اللي طلعت، عقد ما كان الإنجاز لإلي إنه طفلي فعلا استفاد خلال هاي الأربع خمس شهور. نحن شغلنا ما كان على الأرض أبدا. هذا الشيء اللي خلاني أقول إنه إن شاء الله نحن لقدام نوعدكم أكيد وبتكونوا بضو وبتكونوا بضيافتنا نعمل شيء اجتماعي أكبر من هيك. حاليا نحن بصدد تحضير لمعرض لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أشغال بسيطة عاملينها بإيديهم وأكيد رح تكونوا بصورة التطورات اللي أكيد نتمنى لكم التوفيق. خلينا نحكي عن التشاركية معكم مع المركز ودعم أطفال التوحد اليوم، قديش مهمة التشاركية دعم الجهات إن كان خاصة ولا حكومية، لأنه نحن بنحكي عن مرض كتير مهم لازم نسلط الضوء عليه بشكل كتير كبير. تماماً. أنا بعتبر إن التشاركية بمركز مثل مركز ملائكة الجنة اللي هو مركز توحد هو كتير مهم لأنه هدول الأطفال لحالهم ما بيقدروا يعملوا شيء. إذا ما نحن كنا معهم هن جزء من هذا المجتمع، هن فئة بهذا المجتمع، فالتشاركية كتير
كتير مهمة، بتصير بالتنسيق وبالتشبيك مع جهات تطوعية، بتصير بالتنسيق بالتشبيك مع أشخاص ممكن يقدروا يساعدوا هذا الطفل، بتصير بالتنسيق وبالتشبيك مع أماكن ممكن ننزل أو مع نشاطات إدراك بيئي وإلى آخره، بتدعمه لهذا الطفل، بتخدمه بمكانه، بتخدمه بعلاجه، يعني بتخدمه بخطته العلاجية. فنحن لما نجي ننسق مع أي مبادرة أو مع أي جهة تطوعية نعتمد إنه هن يكونوا مدربين. إذا هن ما نو مدربين نحن بنعملكم دورة ونحن مندربكم، ولكن إنه نجي عن فراغ نتعامل مع طفل توحد ممكن ينزعونا شغل نحن صرنا عم نشتغله على مدار 4 أو 5 شهور لورا. فلا، بنعمل لهم دورة، مننسق على شيء اسمه استراتيجية التعامل مع أطفال التوحد. بلش مثلا مننسق نحن لازم يكون عندهم قيادة مجتمعية. ليش؟ لأنه هذا الطفل اللي عم يشتغلوا معه، فأي شيء صغير سواء دعم نفسي سواء اندماج سواء شيء بخص القيادة المجتمعية ممكن يأذيه. عقد ما هذا الطفل هو طفل يبين للمجتمع أنه هو لا يدرك، إلا أنه هو كتير عنده ذكاء عاطفي وكتير عنده ذكاء اجتماعي حاد. نعم، يعني دعاء هالاستراتيجية اللي عم تحكي عنها ميسم قديش تعتمد أيضا مو بس يمكن تدريب المتطوعين أو الجهة المشاركة معكم واللي عم تشبك معكم، قديش ممكن كمان عم تستعينوا بأطباء اختصاصيين، قديش ممكن يكون في حالات فريدة من نوعها عم تلجأوا لأطباء معنيين بهيك مواضيع؟ تمام. هلق أنستي الكريمة، نحن بالمركز أول ما بيجينا حالة بتخضع لاختبار، فدائما بنسأل هذا الطفل هل هو عنده دكتور عصبية. خلينا نميز ما بين المجال الطبي الإكلينيكي وما بين المجال التربوي. تمام. فنحن لما عنا هذا الطفل بنوجهه، لا إذا كان هو بيراجع دكتور عصبية فنحن حاطين الحالة الطبية، متابعين الحالة الطبية بالمركز، إنه نحن عم نتابع شو بياخد أدوية، شو ممكن يكون حالته الطبية لوين واصلة. بس نحن كاختصاص تربوي فنحن منضل بمجالنا اللي هو اختصاص التربية، خاصة العلم نفس العلم الاجتماع. فنحن كمركز مكتفي بالأخصائيين الموجودين عنده بالكادر المدرب اللي هو اختصاصي بحت. بالنسبة للأطباء فنحن دائما مثلا عندنا حالة معينة بحاجة لطبيب عصبية فمنحوله لعند الدكتور العصبية المناسب. يعني بالفعل جهود عم تبذلوها، نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بمركزكم وان شاء الله الفائدة تتحقق عن طريقكم وعن طريق الأخصائيين، ودايما أطفال التوحد يكون في اندماج أكبر لهم بالمجتمع ويكون في وعي أكبر عند الأهل. شكرا كثير لك ميسم، وشكرا دعاء لوجودكم معنا اليوم. شكرا لكم. شكرا. نشكرك ميسم ودعاء على وجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم القادمة وجهود جبارة يمكن عم يقوم فيها مركز ملائكة الجنة اليوم ضمن ظروف كمان صعبة عم نعيشها. شكرا كثير لكم واستضافتكم. كل الحب طبعا. شكرا لك. أما هلأ أريج